بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا Urinary and Genital Systems by دكتور هبة رقيب. اليورينري سيستم هنشوف ايه. ده موديل بيورينا. عارف ميل جينيتال سيستم، هنشوف في الميل جينيتال سيستم السبوتس بتاعتنا. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ادي اليورينري بلادر، اهي دي اليورينري بلادر، بنحط لك فيها ستيكر زي ما انت شايف، بتجي لك السبوت بالشكل ده. دي اليورينري بلادر، دي عظمه السيمسيس بيوبس، دي عظمه تمام. اليورينري بلادر بيبقى تحتها ستراكشر مهم جدا في الميل اللي هو الراوند ده، اسمه البروستات. الراوند اند بينك اسمه البروستات. في النص هنا بيتخلل البروستات وبيمشي ان ذا ميدل، فيها جزء من اليوريثرا بنسميه بروستاتيك يوريثرا. بعد كده اليوريثرا بتكمل وبتعمل لي بارت تاني اسمه ممبرينس يوريثرا، واخيرا بتكمل برضو في الاخر وبتعمل لي بارت اسمه بينايل يوريثرا. يبقى احنا عندنا الميل يوريثرا متقسمة لثري بارتس: بروستاتيك يوريثرا، ممبرينس يوريثرا، بينايل يوريثرا. هنا الموست بوستيريور ستراكشر ده اللي بيبقى ريليتد للسايكرم ده اسمه الريكتم. ريكتم في الاخر خالص بيبقى عندنا الانال كانال. يبقى ده الميل جينيتال سيستم. برضو استكمالا للميل جينيتال سيستم، في هنا دي بسميها التستس، تستس، وهنا ده الابيديدمس اللي بيبقى موجود فوق التستس. يبقى احنا كده خدنا فكرة كويسة عن الميل جينيتال سيستم. هنا برضو بيورينا اجزاء مهمة في الميل جينيتال سيستم. ده posterior view للموديل ده، بيورينا اليورينري بلادر posteriorly في البيز بتاعها من ورا او posterior relation ليها. في عندنا حاجة اسمها الامبولا اوف فاز اللي هي بتبقى related للفاز difference، وده structure مهم جدا في الميل. في عندنا برضو سيمينال فيزيكلز، دي السيمينال فيزيكلز بتدي سيكريشنز للسيمن، بتبقى امبورتنت جدا ومهمة ليه. هنا اليوريتر، ده اليوريتر اهو جاي من فوق من عند الكدني الرينال بلفس ونزل هنا لحد ما وصل للسوبيرولاترال انجلز اوف ذا يورينري بلادر عشان يفضي فيها اليورين. واخيرا الاستراكشر اللي بيبقى ريليتد للبيز بتاعت اليورينري بلادر اسمه البروستات، زي ما وريناه قبل شويه في الموديل، ده برضو posterior view للبروستات. كده خلصنا الميل جينيتال سيستم. الفيميل جينيتال سيستم، في الفيميل جينيتال سيستم بنبص برضو from anteriorly to posteriorly. Anteriorly عندنا عظمة مهمة جدا اللي هي عظمة السيمسيس بيوبس، ادي عظمة السيمسيس بيوبس دي بتانديكيت ان انا كده anteriorly بشوف ايه بقى. اليورينري بلادر هي اللي بتبقى just posterior to the سيمسيس بيوبس، اهي هي دي اليورينري بلادر، ودي اليوريثرا. اليوريثرا of female short from 3 to 4 سنتيمتر، short urethra. دي عكس اليوريثرا بتاعت الميل اللي احنا قسمناها لثري بارتس قبل شوية. بعد كده في حاجة تانية هي opened behind اليوريثرا بسميها فاجينا، دي الفاجينا ودي الopening بتاعتها. الفاجينا related لستركشر تاني كبيرة اهو موجود related لليورينري بلادر اسمه اليوترس، anteverted anteflexed uterus اهو موجود ريليتد لليورينري بلادر. بعد كده لو جينا بصينا اليوترس لاترالي بيطلع منه حاجه اسمها فالوبيان تيوب. فالوبيان تيوب اهي هي دي البينك، دي الفالوبيان تيوب بتبقى ليها فيمبريا. الفيمبريا دي حاجات عامله زي الصوابع، الصوابع دي بتشيل ستراكشر مهم جدا هنا اسمه الاوفري، اللي لونه يلو ده الاوفري، ده round ligament of ovary. بس هنا خلينا في السبوتس بتاعتنا المهمة، ده الاوفري.
طيب لو رحنا most posteriorly تاني related للساكرم هنلاقي عندنا هنا ده الريكتم، وبعدين في الاخر خالص دي الانال كانال. يبقى احنا كده خلصنا الجينيتال سيستمز، اتكلمنا على الميل جينيتال سيستم والفيميل جينيتال سيستم، وشرحنا في الاول اليورينري سيستم بتاعنا. هنا برضو في السلايد دي بنشوف